المجتمع المصري متكون من كذا حاجة، متكون من أسس كبيرة وعظيمة، ما ينفعش نلاقي السينما المصرية تجيب الأسس دي والأركان دي وتقعد تهدم فيها وتحطمها، لأن دي أصلا الدولة. يعني ما ينفعش ألاقي في فيلم كده هو مشهور على اليوتيوب للفنان محمد هنيدي، ألاقيه طالع هو فيه محامي وجايب حد تاني أو اللي هو المدعي عليه في المحكمة، قاعد داخل المحكمة بشورت وبشبشب وحاطط رجل على رجل قدام القاضي قدام المنصة. طب انت ليه بتهدم المحكمة دي؟ بتهدم القدسية، المحكمة دي ليها وقار، ليها قدسية، ليها احترامها. ازاي تدخل واحد زي دوت في المحكمة وازاي تطلعه من المنظر ده؟ عايز اقول لك الكلام ده اصلا ما بيحصلش نهائي، يعني في الواقع العملي ما فيش حد يقدر يحط رجل عند قدام القاضي. ليه؟ احترام للقاضي، احترام للمكانة اللي هو فيها، احترام لمنصة العدل. ليه بنحاول نهدم في المجتمع؟ منصة القاضي دي برضه ده المجتمع. ليه دي بتخلي الجيل اللي طالع ما يحترمش المنصة دي؟ ليه؟ يعني بعد محمد رمضان نلاقي محمد هنيدي يعمل حاجة زي كده؟ طب ليه؟ نلاقي المدعي عليه طالع داخل المحكمة بشرط و شبشب وحاطط رجل على رجل قدام القاضي كده، اللي هو ايه؟ مش حاممني مع غلط. ليه دايما كده يجيبوا القوامات بتاعت المجتمع بيكسروها؟ ما ينفعش اجيب برضه دكتور نفساني وطلعه مجنون، ما ينفعش اطلع ضابط شرطه اطلعه ان هو حد تافه او حد مش مهتم بشغله وبيترفد او بيتجادل كتير في شغله. ما ينفعش اطلع محامي يكون مهمل في شغله، مهمل في ستايله ولبسه، ومهمل في ادوات الشغل بتاعته والكتب القرايه. ليه نقعد نهدم المجتمع؟ ليه كل حاجه حلوه في المجتمع بنقعد نهدمها؟ منصه القضاء نهدمها، الاطباء نتريق عليهم، الضباط، محامين، حتى دكاتره الجامعه برضه، المعلمين والمدرسين برضه بنقعد نهدم ونكسر فيهم. ليه؟ ليه يا سينما مصريه مش محترمه انك تطلعي المجتمع المصري فعلا محترم؟ ليه؟ عشان خاطر انت تضحكي الناس وتلمي الفلوس، تهدمي القامات بتاعت المجتمع. من ده النهارده بتهدم في الدكتور والمهندس والمحامي والقاضي او الضابط، امال المجتمع ايه غير الكائنات دي؟ غير الكائنات دي هي دي المجتمع. ليه بتهدم في المجتمع؟ ليه هتهدم الكيان القاضي والمحامي والدكتور والضابط وتخلي بقى الممثل هو الحاجه كويسه، هو ده اللي هيدينا القدوه بتاع المجتمع؟ لو انت عمال تكسر في القضاء والمحامين والاطباء والمهندسين والاطباء والمدرسين، هتسيب مين؟ هتسيب الفنانين الرقاصين؟ هم دول حلوين يعني؟ دول احنا مش بنتريق عليهم؟ يعني مشهد مقزز جدا لما نلاقي واحد جايبين كده ما اعرفش الممثل اسمه ايه، جايبينه يخش المحكمه وجنبيه حوالي كده 20 واحد صعيدي اكنهم يعني لابسين نفس اكنهم من الصعيد، في دعوة اسقاط حضانة، في دعوة اسقاط حضانة رفعها الراجل دوت وحاطط رجل على رجل قدام القاضي. والله العظيم منظر يعني قلة أدب، عيب عيب بجد. أنا أصلا معرفش هو المشهد ده الفيلم كله ده أصلا تقريبا ما نزلش أصلا على التلفزيون المصري، بس نزل على النت. إحنا بنقول للعالم كله إحنا بنستهزأ بالمنصة بتاعتنا، بنستهزأ بالمحاماة، بنستهزأ بالظباط. كان فيلم يستهزأ بالظابط، كان فيلم يستهزأ بالدكتور الجامعي او الدكتور البشري. طب ليه؟ لحد امتى نقدر نكسر في المجتمع بتاعنا؟ فكان هو احنا نفسنا المجتمع يبني، نفسنا هل الفنان هو لعيب المجتمع؟ هل اللي ايه مشخصاتي هو ده لعيب المجتمع؟ ده حاجه وده حاجه. عمر المشخصاتي ما بنى المجتمع، انت كده بتهدمه فعليا. ايه الفرق بينك وبين محمد رمضان؟ انا مش عارف صراحه. يا ريت نغير، نتطور الاحسن، نتطور ان احنا مصر دي نخليها احسن وافضل. انت كده بتسوقوها، انت كده بتكسروها. لحد امتى هيبقى في النماذج السلبيه بتطلعوها على السوشيال ميديا؟ يا شادي هات 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 موضوع معين، موضوع محترم، واقعد اتناقش فيه وعالجه وصلحه. كانت ولا جبت مشكله ولا صلحتها حاجه، انت بس هدفك طالع تضحك الناس على كلام رخيص. طب ليه فاهم؟ ليه؟ ضحك الناس اوكي على كلام غالي، ما تقعدش تستهزأ بالقضاء، ما تقعدش تستهزأ بالمحامين ولا بأي حد خالص، ولا قاضي ولا محامي ولا دكتور ولا ضابط. ليه؟ حد ايه بقى؟
والحمد لله ان اصلا الفيلم دوت ما طلعش على التلفزيون، بس برضه هو موجود على النت. يعني انا عارف ان مفيش رقابه وتمنع الفيلم عباره عن كذا مشهد. اول مشهد فيه هو محمد هنيدي طالع محامي واحده ست مرفوع عليها قضيه حضانه، والراجل ده اللي هو جوزها داخل المحكمه بشبشب حاطط رجله على رجله. ليه اول مشهد ومتاخر فيلم بقى ايه اللي حصل فيه؟ فريت نعدي ونصلح مصر يا ريت يعني.